أربكت المصالحة المفاجئة في العلاقات التركية الإماراتية الاصطفافات الإقليمية في المنطقة، وولدت عدة إشكالات نتجت عن النمو الكبير الذي أعقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي مؤخراً. وجرى الكلام عن تسويات استراتيجية من التعاون بين البلدين على الصعيد الاستثماري، الأمني والعسكري حسب تقارير إعلامية تركية، وقد يكون من بينها محاولة تقديم تعاون أو خدمات في الأراضي اليمنية التي تسيطر عليها دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا الإطار ظهر وفقاً لمعلومات رأي اليوم نقاش قانوني وسياسي وسط الإعلاميين والقانونيين الأتراك حول أخلاقية مصافحة مع الدولة التي اتهمت بمحاولات التدخل في الشأن الداخلي التركي، وبين المحاكمات وإجراءات الطرد من الوظيفة التي طالت عشرات الآلاف من الموظفين والمواطنين الأتراك. بالمقابل، الطرف الذي لا تعجبه الترتيبات التركية الإماراتية بشكل أساسي بحسب رأي اليوم هو المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يبحث في دوائر ضيقة إلى حد بعيد، إذ تصف جريدة العرب اللندنية الزيارة بأنها تؤسس لحقبة جديدة، كاشفة أن الرئيس التركي يراهن على الدعم الخليجي قبل استحقاقات انتخابية مصيرية. وتضيف أن الأوساط السياسية تشير إلى أن العامل الاقتصادي كان الطاغي على هذه الزيارة، حيث يسعى أردوغان للحصول على دعم خليجي في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها بلاده وباتت تهدد حظوظه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم يعد يفصل عنها سوى عام. وتضيف أن أردوغان يراهن على عودة العلاقات مع الإمارات والسعودية على أمل إنعاش الخزينة المالية للدولة التركية التي تضررت بفعل سياسته النقدية، وأيضاً بسبب توجهاته في السياسة الخارجية المسكونة بأوهام التوسع والزعامة، ما أدى إلى استعداء العديد من دول المنطقة وعزلة تركيا. إذن هل أخطأت تركيا في خطوة تقدمها بالعلاقة مع الإمارات مع أملها بتحسين التواصل مع السعودية فيما تلقت الأخيرة المشهد بطريقة معاكسة؟